اليوم بعد هذا الانسداد السياسي الذي شهدته الساحة العراقية من يوم انتهاء الانتخابات وإلى هذه اللحظة، بسبب بعض الأمور التي تارة تكون متعلقة بالقانون والدستور وضرورة توفير ثلثين الحاضرين لانتخاب رئيس الجمهورية، وتارة أخرى بسبب التوافق بين الكتل السياسية. أعتقد اليوم الكتل السياسية أجمعت على أن تمضي لتشكيل الحكومة خلال الأيام القادمة. ننتظر فقط الأخوة في المكون الكردي لحسم موضوعهم بين الاتحاد والديمقراطي للمجيء حسب ما صرحوا إلى قبة البرلمان بمرشح واحد، فيما لو إذا تعذر السيناريو الذي رسم من قبلهم سوف يكون اللجوء إلى ما آلت إليه الأمور في عام 2018 والمجيء إلى قبة البرلمان بمرشحين، وهذا الموقف سوف يكون به الخيار إلى السادة أعضاء مجلس النواب. أما فيما يتعلق بالنسبة للإطار التنسيقي فقد مضى بموقف الإعلان عن تشكيل الحكومة، وسيتم خلال الأيام القادمة اختيار السيد رئيس الوزراء بعد أن يكون هناك اتفاق من قبل قادة الإطار التنسيقي، بعد أن وضعوا جملة من المواصفات والآليات التي من خلالها يتم انتخاب رئيس الوزراء، وبعدها سيكلف رئيس الوزراء. ممكن نسمع اختيار رئيس الوزراء يعني سيادة النائب؟ يعني نحن التقينا بالسيد عدنان السراج، يعني قال يمكن يوم السبت أو الأحد، يعني على أساس هاليوم أنه يحسم اختيار رئيس الوزراء من الإطار. إيش قد تحتاجون حتى تختارون رئيس وزراء؟ البعض يتحدث هناك يعني ربما إشكاليات بالإطار، هناك خلافات، هذه الخلافات تمنع اختيار رئيس الوزراء؟ هل بالفعل هناك خلافات داخلية تحت قبة أو تحت مظلة القيادات السياسية بالإطار؟ واقعا سوف يكون خلال الأيام القادمة ترجمة لبعض القراءات التي لم تكن واضحة بعد أن توضع النقاط على الحروف وتترجم السطور. هذا الموقف تم الاتفاق عليه بعد أن نشر بالإعلام أن هناك لجنة مشكلة من قبل الإطار لوضع آلية لاختيار رئيس الوزراء واختيار بعض الشخصيات المتقدمة وعرضها مرة أخرى حتى يتم اختيار مجموعة من السادة المتقدمين. جل احترامي وتقديري جميع المسميات وجميع الأخوة المرشحين هم في نظر اعتبار الجميع، وبالتالي أعتقد كل هذه الأسئلة سوف يجاب عليها خلال الأيام القادمة. لا يوجد خلافات داخل الإطار التنسيقي وداخل المكون على العموم. جميع الأخوة السياسيين سواء شاركوا في الانتخابات أو لم يشاركوا، موجودين بالعملية السياسية أو انسحبوا من العملية السياسية، دعوة هناك واضحة كانت من قبل الأخوة في الإطار التنسيقي أن تكون هذه الحكومة حكومة خدمات، حكومة وطنية بعيدة كل البعد عن الإقصائية والتهميشية.